بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كامل في أحسن أحوالكم. اللي مريض ربي شافيه، وربي يرفع لنا هذا الوباء، يرفع لنا هذه الجائحة وترجع حياتنا لطبيعتها. البنات، دائما دائما أوصيكم وأوصي نفسي وإياكم تدابير الوقاية من الوباء، تدابير الوقاية ليكم وأهل بيتكم، والديكم، أولادكم، كل شيء كل شيء، حتى للغاية. ان شاء الله يرفع لنا ربنا هذا الوباء يا رب العالمين، ويشافي اجميع المرضى. قبل ما نروح نعتلكم على حتى يجيكم الطبق كبير، على الطبق ملي تفصليه بالمقاييس او القياسات اللي عندك، لما تجي تخيطي تلقى القياس اتغير لك. قبل ما نروح للموضوع تاع اليوم، تحية كبيرة، تحية خالصة لصديقتي صاحبة قناة الجوهرة للطرز الأنيق، غابت على القناة للأسف، إن شاء الله المانع يكون خير. تحية كذلك للريم للطرز الجميل، قناتها مختصة تانية للطرز. نعم الناس، إنسانة قمة، إنسانة أدب وأخلاق وتربية، إنسانة فقدت والدتها مؤخرا، نطلب لها إن شاء الله الرحمة وربي يصبرها عليها بإذن الله. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. صديقاتي، يعني صديقات عزاز ومقربين على قلبي، يجمعنا فقط اليوتيوب، يجمعنا فقط بعض المبادلات، يعني محادثات في الميسنجر. أنا ساعات الميسنجر نحيه، يعني نسوبريميه على بيه، ما عنديش أموايا باش نتواصل معاه. ساعة نعاود نتيليشارجيه، نشوفوا شنو كاين. ان شاء الله يكونوا في احسن حال. ولا كان راكم تشوفوا هذا الفيديو، خليوا لي تعليق وطمنوني عليكم وقولوا لي راكم لاباس. تعرفت يعني مؤخرا الى انسانه طيبه جدا، انسانه خلوقه، انسانه راقيه، نعم الادب ونعم التربيه. انسانه تعرفت عليها غير يعني في اخر لايف خليت لي تعليق. هي سلطانة هوم، مختصة في الأفرشة، وعندها إبداع قمة. إنسانة رائعة يعني في الحرفة وفي المنطق، إنسانة يعني ومتكلمة تحفيزية ما شاء الله. يعني اللي يحب يروح يزور قناتها ويشوف أعمالها، يعني ما شاء الله بزاف. راهم مشتركين في قناتي، هما عندهم قنوات، يعني راهم مبتدئين. كل ما نصيب في جهدي يعني ندعم قناة أو اثنين، أنا كنت أظن أني راني نعمل خير، أني أجبر الخواطر، أني نحب نساند أو نوقف مع بعض الاخوات اللي عندهم تاني قنوات، وتقريبا راهم كيفهم يعني قنوات تاعهم. يعني رانا انا لا اقيم القناه بعدد المشتركين، أن المشتركين اللي عندي ما هوش واصل ل 100,000، يعني راني على الطريق، لكن انا لا اهتم بقدر عدد المشتركين. انا اللي يهمني هي الفائده اللي يديو منها من الفيديوهات نتاعي. كي تخلي لي وحده ولا زوج دعوه خير وتقول لي راني استفدت من الفيديو تاعك وراني تعلمت الحرفه عليك، هذيك راهي صدقه جاريه، راهي بالخير الدنيا وما فيها. حطيت بعض التعليق لبعض القنوات كمساندة وكمؤازرة وكأخوة مني، وأخوة مني لبعض القنوات. يعني حبيت نزيد نرجع نفكر، لأن واحدة من باش ما نبينش شكون اكزاكت، نفكر في يعني تطور الاحداث عند هذيك الاخت، لانها تمر في ازمه، نلقاها انها كاريمون سوبريمات تعليقي. يعني شكيت وما شكيت، زدت دخلت عند الاخرى زدت لقيت ثاني تعليقي سوبريما، قلت ربما اليوتيوب قاعد يسوبريمي. زدت دخلت عند قنوات اخرى اللي انا خليتهم تعاليق، لقيت تعليقي كيما راهم. حتى عندي اخ مشترك، انسان قيم قمة في الأدب والأخلاق، هو أستاذ في المجبود من بجاية، الأخ سمير، حتى هو يقول لي بلي أنه تعليقك راهو كاين في القناة وما راحش، يعني هذيك كانت مقصودة. أنا أعتذر، داكوغ، اللي ما يحبش تعاليقي في قناته ما عادش ندخل ليها وما عادش حتى نشوف الفيديوهات. كنت نحب نوع مني أني نساند هادو اللي طالعين شوية بنيتاتي، يعني نعتبرهم بنياتي، نحب نساندهم، نوقف معهم يعني باش يافون شوية القدام، يعني شوية على شوية نزيد ندير لهم عندي هكا في القناة، يعني نزيد نهضر عليهم ونزكيهم للبنات يروحوا يتفرجوا. لكن لقيت أني ربما كنت غلطانة. نحبس هنا يا البنات، كما قالها الواحد جي تخو باغلي. الطبق نتاع القماش هذا، شوفي البنات، دي فوا القماش هو اللي عنده دور في الطبق. يعني حتى ولو فصلتي الطبق بالقياس اللي عندك، لما تجي تهزو الكتان هو اللي يسيل، كاين كتان هو اللي يتشرع، هو اللي يسيل يتحل. كيفاه حزيد نسير
يعني نزيد نسمي لكم المصطلح. انا هذه اللي كانت هذه تاعي فصلتها بالقياس الصحيحه. لما جيت للماشينه لقيت الطبق، شوفوا وين وصل، يعني هذا المشكل رانا نوقعوا فيه كامل. كيفاش نعاود يعني هنا ما نقولش خلاص سي لا كاتاستروف، خلاص فزدت لي، كيفاه ندير؟ ما نروحش نركب لي لاستيك، هاد الحكايه تاع لاستيك اللي تركب في حرده الابط بوغ اتخابي هاد لو ديفو، نقدر نقول سي ان ديفو لكن لا غالب سي ان امبريفيو كيما نقول انا. هادي حاجه تصرى لا غالب علينا، يعني فوق يدينا ديفو الكاليتي تاع القماش، ودي فوا يدك اللي يروح في المقصه، ما مش ديما نحصلوا في القماش. تقولوا البنات ماش تفزدي حرده الابط وتقول مولاتها القماش تاعك اللي سالك، لا ابدا، كاين اقمشه كيما تحطي القياس تاعك كيما تلقايه. هنا القماش هذا هو اللي سال، هو اللي سال، هو اللي يعني كيما نقول لكم تشرع. لما نجي بوغ اتخابي هاد لو ديفو نجيب انا لا مونش، برك راني دورت نجيب لا مونش، نحط الماشينه بسم الله. نعطي لكم طريقه كيفاش تغاتخابيو تغاتخابيو الطبق نتاعكم. نجيو لهنا عندي لا مونش، ندير الوسط نتاعها باش نحطو في راس الكتف، نحكمو بلي بانجل ونجي نحط الحاشيه مع الحاشيه. تبعوا معايا مليح البنات، هنا هو مربط الفرس. لما تجيو تخيطوا تولهوا يا البنات انكم تجبدوا القماش التحتاني، يعني تولهوا انكم تجبدوا حرده الابط. هنا المونش هو اللي نمشيوه عادي، واش ندير الطبق ندفع القماش، القماش ندفعو يعني نعاود نسيريه، نعاود نلمو. ما عنديش الزوم نتاع الكاميرا الأمامية، حاولوا باك تشوفوا باك تبعوني يا البنات، تبعوا واش قاعدة نقول مع واش راني ندير. أكيد أكيد تلقاو الحل للطبق اللي يكبر أو الطبق اللي يسيل. لما نجي نخيط أنا حاطة المونش راهي عادي، والقماش نتاع التحتاني تاع حرضة الإبط هو اللي ندفعو، ندفعو حتى ولو دا اللي كسرة صغيرة ما يهمش. بسم الله. شوفوا البنات كي تشوفوني ساعة ساعة نسيري هنا، راني نعدل في الخياطة، الخياطة تاعي كي قلت لكم الماشينتي فزدت، رجعت الخياطة تاعها زيكزاك رقيق باش نعدل هاديك نرجعها خياطة دغوات قد قد، نسيري هنا. فوالا. ونقعد نحط لامونش نورمال وندفع القماش اللي من تحت باش نعاود نلم، باش نعاود نلم، فوالا نلم الطابق. طريقة فعالة جدا انكم تغاتخبيو الطبق اللي يسير. هذا يدي راهو يحط في الطابق في لامونش نحط فيها نورمال، واللي من تحت هو اللي قاعدة ندفع فيه لتحت، ندفع فيه القدام هك، شوفوا يدي ندفع فيه هك القدام باش يعاود يلم روحو. فقط هنا وصلت للكتف ونلقى انه لامونش تاعي راهي توجور درت لها كشكشه صغيره، درت واحد ثلاثه او ثلاثه زوج ثلاثه فوالا ثلاثه من وثلاثه من، نعدلها بحاجه راسها مسنن باش تدخل هنا لداخل، ندير الكسرات ونحكم الطبق تاعي، ارجع لمكانه، يعني رجعت صغرت او لميت طريقة يعني تخيزي في كاس باش تعاودوا تلموا الطبق نتاعكم. ان شاء الله الفكرة وصلت. اللي تقولوا لي على ما نعدتيناش في صالة لاليكات، هذه حاجة سامبل خلاص، يعني في صالات كاملين راهم كاين في القناة في الدورة التكوينية دي، في صالة سامبل فقط، رقبة مدورة بتيت اوفيرتور من القدام معها الخيط نتاعها وين يربط، لي مونش باللاستيك. لما نقفلهم طبعا راح ندير لهم واحد لاستيس هنا انه يجي تابع للرقبه ومطلوقه قد قد، سي تو يعني. والطول تديروا واش حبيتوا، انا تاعي هذه طويله راهي تحت الركبه وين وين. البنات نقول لكم ان شاء الله تستفادوا من لاستيس اللي نعدت لكم اليوم، ونقول لكم يوم جميل يوم موفق ومع السلامه.